اجتماعات أعضاء مجلس النواب للانعقاد، ما جدوى الاجتماع وهل له علاقة باللحظة الحرجة التي تعيشها البلاد؟ مراجعة القصور في أداء الحكومة أم تشكيل خارطة جديدة للقوى السياسية؟ وهل سيقف مجلس النواب أمام المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه؟ أهلا بكم. دعوة أعضاء البرلمان اليمني إلى العاصمة الرياض في ظل الوضع القائم وما يشوبه من ترتيبات تجري تحت الطاولة، ولدت الدعوة العديد من التكهنات والكثير من الأسئلة، خصوصا وأن الدعوات السابقة والتي كانت مطلوبة في ظروف ملائمة لم يتم التعامل معها بشكل جاد. المعلومات المتداولة حتى الآن أن البرلمان سيعمل على اختيار رئاسة جديدة نظرا لوجود الرئاسة السابقة ضمن نطاق سيطرة الميليشيا. ما إذا كانت الدعوة لها علاقة بسعي لإعادة ترتيب الشرعية، إعادة بناء مؤسسات الدولة على افتراض حسن النوايا، أم أنه مرهون بالتحركات الميدانية للسعودية والإمارات وترتيبات أخرى لها علاقة بالضغوط السياسية لتغيير الحكومة وتمرير أهداف أخرى؟ دعوة جديدة لأعضاء البرلمان اليمني بالتوجه إلى الرياض. الداعي هو الشرعية اليمنية، أو هذا ما يقال، لكن ما هو الهدف وما المطلوب؟ لا أحد يدري، حتى المدعوون أنفسهم الذي يجري الترتيب للم شتاتهم من بلدان عدة. طبيعة الوضع القائم وما يدور في الأروقة المغلقة يجعل من هذه الدعوة محل شك وريبة وتكهنات عدة. فالبعض يعتقد أن ما وراء الدعوة ترتيب لوضع جديد يراد من البرلمان إقراره، وأن هذا الترتيب ربما من شأنه أن يشرعن لحكومة جديدة ووضع جديد عجز الممسكون بالملف اليمني والقائمون عليه تحقيقه عبر الحكومة الحالية. لكن أصحاب النظرة الواقعية ممن يبنون تحليلاتهم وفق الشواهد والتحركات الميدانية للسعودية والإمارات يذهبون بعيدا في قراءاتهم لاستدعاء أعضاء البرلمان اليمني، ويرون أن الهدف ربما يكون المصادقة على اتفاقات معينة. وما بين كل القراءات تبدو المصلحة اليمنية هي الغائب الأوحد في كل التحركات الحالية، وإلا لماذا تأخر إعادة بناء مؤسسات الدولة حتى الآن؟ ولماذا توقف إعادة البرلمان إلى المشهد رغم أن الدعوة كانت قد بدأت قبل أشهر؟ ولماذا أيضا تأتي الدعوة إلى الرياض بدلا من عدن أو أي من المحافظات المحررة؟ وهل سينضم أعضاء البرلمان إلى بقية مؤسسات الشرعية والنخب السياسية المعطلة في الرياض وحدها الأيام القادمة كفلة بالإجابة على مثل هذه الأسئلة؟ والأمل أن تكون الإجابات إيجابية في بلد تعصف به التسويات والانقسامات اللاوطنية والكل صامت يتفرج وربما يتحسر. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا هنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير بداية دكتور. مساء النور. إذن دعوة جديدة لأعضاء مجلس النواب إلى الرياض، كيف تقرأها أنت دكتور؟ طبعا إذا أخذنا يعني الدعوة بحد ذاتها لمجلس النواب هي خطوة إيجابية، ولكن عندما تكون هذه الدعوة بعد 4 سنوات من عاصفة الحزم والأمل ومن خروج الرئيس إلى خارج الجغرافيا ومن اجتماعات سابقة لم تكتمل، فإننا أمام ما يسمى في سوء إدارة الشأن العام من قبل السلطة. وهناك كثير من المؤشرات أن استخدام مجلس النواب ليس كأحد مرتكزات استعابة السلطة ولا أحد مرتكزات السلطة الشرعية بذاتها، بل كورقة ضغط، ونخشى أن يكون هذا الاجتماع كورقة ضغط وليس لتأثيث السلطة الشرعية ومنحها ما يسمى بالجمعية العمومية. صحيح أنه برلمان يمتد 15 عاما، ولكن وفقا للمبادرة الخليجية وفقا للدستور اليمني، الدستور اليمني أيضا يعني في أحد مواده يقول أنه في حال تعثر عدم إجراء انتخابات فإن آخر برلمان يمكنه للانعقاد، يعني ممكن نحن نجد لهم مبرر بحكم الدستور وبحكم الاحتراب وحكم عدم يعني وجود مناخ لإجراء الانتخابات. لكن
أنا مصدوم من أن سلطة شرعية تتحدث عن عودة إلى الداخل اليمني، تتحدث عن استعادة سلطة، تتصارع. هناك سلطة واقعية في صنعاء توظف البرلمان، تحاول تضيف لها بعض المرجعيات الشرعية، ولهذا كان مهدد البرلمان التابع للشرعية بعدم الاعتراف به والاعتراف ببرلمان صنعاء. بالتالي عندما تجي سلطة شرعية، نحن الآن يعني لا نتحدث هنا عن إحباط، نحن مع الدعوة، لكن أخشى لا تكون الدعوة لتسليم مبالغ مالية وشراء ولاءات وليس للتأثير لعودة سلطة شرعية. بمعنى أن السلطة الشرعية، أنت الآن تتحدث عن سلطة واقعية في صنعاء وتؤثث لي، ونحن نعلم أنه لم يتم التأثيث لسلطة شرعية في المناطق المحررة أو مناطق الجنوب. يعني حتى الاجتماع في سيون في حضرموت حسب المتوقع، نحن موافقين في سيون في حضرموت، كان هذا الموقف كان يمكن أن يتم في مارب قبل أو في أي منطقة أو في تعز أو في أي حتى تحت أي معسكر داخل الجغرافيا اليمنية منذ الانقلاب، يعني منذ يعني ما يقارب 3 سنوات قبل هذه الفترة. الآن هم هددوا، لا أدري إذا كان التهديد ما زال قائم بالاعتراف بهم دوليا وفقا للاتحاد الدولي للبرلمانيين بأنهم سيفقدوا صفتهم كبرلمان شرعي، وبالتالي سيتم منح البرلمان التابع للحوثيين شرعية البرلمان. نحن أمام يعني سوء. من قام بتهديدهم عفوا؟ اتحاد البرلمان الدولي قبل فترة طويلة قال لهم إذا لم يعقد هذا البرلمان اجتماع في الداخل حتى جلسة وهمية، فقط يعملوا جلسة وهمية في الداخل سنمنحكم الاعتراف ولن نعترف بالبرلمان الآخر. هذا واحد. اثنين، قبل أن ننتقل للنقطة الأخرى، دعني ينضم معنا أحد البرلمان يعني حتى نصدق كثير من الأمور، وهو الأستاذ شوقي القاضي عضو مجلس النواب عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ شوقي. أهلا وسهلا أستاذ آسيا، وأهلا وسهلا بالزميل الصديق الدكتور عبد البر شمسان وبالسادة والسيدات المشاهدين. أهلا بك أستاذ شوقي، وتلقيتم أنتم كونكم برلمانيين دعوة إلى الرياض، ما سر هذه الدعوة؟ بداية لابد من التأكيد على أنه للأسف يؤسفنا أن نقول بأن هناك تغييب للبرلمان ودور البرلمان منذ أن بدأت الحرب ومنذ أن تفاقمت المشكلة. هذا التغييب للأسف يتحمله التحالف ويتحمله الرئيس هادي وتتحمله الشرعية ومكوناتها ويتحمله البرلمان. البرلمان نفسه وأعضاء البرلمان أنفسهم وأنا من بينهم للأسف كانت أصواتهم يعني خافتة وكانوا حائرين، لا يعرفون ماذا يصنعون بالضبط. الأمر الثاني أنه كما ذكر الصديق العزيز الدكتور عبد الباقي في موضوع دور البرلمان العالمي في أهمية انعقاد البرلمان الشرعي، فيه نسبة كبيرة من المعلومة الصحيحة في أنه كان هناك إشكال في من يمثل البرلمان اليمني لدى البرلمان العالمي أو الدولي ولدى المؤسسات الدولية المماثلة، حتى أنه حصلت إشكالات في بعض اجتماعات العربية للبرلمانات العربية، رفض الوفدان، وفد برلمان الداخل ووفد برلمان الخارج، واكتفي فقط بأن يحضروا كمستمعين، بل ويعني في إشكالات كثيرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه قبل سنة، أكثر من سنة، دعي البرلمان لكي ينعقد في الداخل، ولكن اختيرت جدة، مدينة جدة، كنقطة للتجمع وليتجمع البرلمانيون هناك ثم ينطلقوا إلى الداخل ليعقدوا جلسة. للأسف اكتفي فقط بحضور الأعضاء في جدة، ومقابلات كانت محدودة، مقابلة كانت مع الرئيس هادي ومقابلة مع بعض قوى قيادات في التحالف، وكانت عبارة عن فرصة للتشارك ولكنها كانت محدودة جدا جدا جدا، ثم انفض المجلس دون أن ينعقد. وكانت تجربة للأسف ليست جيدة في بعض جوانبها. يعني الأمر الآخر وهو الآن ما تتحدثون عنه في موضوع انعقاد المجلس في هذه الفترة، دعينا طبعا للتجمع في الرياض
والتوجه بعد ذلك إلى إحدى المحافظات المحررة. لكن لازالت هناك بعض الإشكالات أو بعض الغموض، أين سيتم الانعقاد وما هي أجندته؟ يعني لم يوضح لكم لا المكان ولا أجندة هذا الاجتماع. بالنسبة للمكان لا زال هناك نقاش كبير، يعني النواب مصرون، طبعا أريد أن أطمئن الصديق العزيز بأن هناك يعني أستطيع أن أقول إجمالا النواب لا زالت ضمائرهم حية ولا زالوا يفكروا بمصالح الوطن. نعم هم يعني في نسبة من العجز وفي نسبة من الحيرة والحيرة الشديدة. المرة السابقة رفض النواب وهم في جدة أن يوقعوا على مذكرة فيها عبارة لم ترق لنا، ورفضنا التوقيع عليها تماما ورفضنا إقرارها. ما هي العبارة؟ عبارة كنا نرى أنها تسوغ بعض يعني الأفعال الغير يعني التي لا نريدها في اليمن فيما يتعلق بالحرب، ورفض النواب تماما. وتكاتفت كل الكتل، يعني لم يستثنى نائب من في هذا الموضوع، بمعنى أن النواب يقدرون مسؤولياتهم. نعم نعترف هناك تقصير، هناك حيرة، هناك خذلان، هناك عجز، لكن لازالت الضمائر فيها كثير. هل من الحياة هل يتحمل البرلمان جزء من مسؤولية ما حدث أستاذ شوقي، كونه ربما السلطة الشرعية الأهم إن يعني جاز لي التعبير؟ ما حدث من أي ناحية؟ ما حدث يعني من حرب وإلا ما حدث من تغييب يعني الدور المدني؟ لوضع البلد أستاذ بشكل عام، يعني ألم يكن هناك أي خطوة يمكن للبرلمان القيام بها لكثير من المواضيع، سيادة البلد، الحرب أيضا، إطالة أمد الحرب حتى اللحظة، اجتماعهم الأول ما بعد الحرب، كل ذلك ألا يتحملون جزء من مسؤوليته؟ موضوع تحمل المسؤولية لا أحد يستطيع أن ينكر أن كل مكون، سواء كان مكون رسمي أو كان مكون مدني أو كان مكون سياسي أو كان مكون اجتماعي، النسب تتفاوت، لكن ليست بالنسبة الحاسمة أو الفاعلة. الجريمة التي حصلت في اليمن يتحملها عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح، ومن ورائهم دول خليجية هي التي دعمتهم وهي التي سهلت دخولهم وهي التي يسرت التقارب بين علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي. هذه النقطة الأولى ينبغي أن لا تغفل. الأمر الثاني كانت رئاسة الدولة وبالتحديد الرئيس هادي والشرعية، رئاسة الدولة للأسف والحكومة كان لديها وهم لعب عليها بأن هذه فقط العملية قيصرية لاستئصال بعض يعني المكونات ثم تعود الأمور إلى مجاريها. هذا أمر لا يعني أرجو أن لا ينسى تماما. لكن موضوع البرلمان، نعم أختي أنا أعترف وبالفم المليان بأن هناك عجز وحيرة لأسباب كثيرة. أولا البرلمان هو مؤسسة تشريعية لا تحمل السلاح ولا تستطيع أن تلتقي إلا في مكان آمن توفرها لها السلطة التنفيذية. يعني السلطة التشريعية تحتاج كثيرا إلى مكان وبيئة وظروف تهيئها لها السلطة التنفيذية. السلطة التنفيذية لم تقم بدورها. غلطة البرلمان وخطيئة البرلمان أنه لم يرفع صوته ويفعل دوره بقوة، ظل صامتا أكثر ما يقارب سنتين ونص أو ثلاث سنوات، ثم بدأ النواب يفيقون، تشتت النواب في كل محافظات اليمن بل وفي دول كثيرة خارج اليمن. نعم، إذا البرلمان اليوم إن شاء الله طبعا هي من حيث المبدأ شيء إيجابي أن ينعقد، لأننا نعول وأنا أقولها وكل ثقة أعول على أن أعضاء البرلمان لن يخذلوا اليمنيين فيما يستطيعون قوله. نعم، إذا ما تم هذا الاجتماع أستاذ شوقي، يعني هناك مواضيع جدا شائكة مطروحة على الطاولة، يعني منها ما يتعلق بسيادة الدولة، إدارة التحالف للمعركة، التدخلات بإدارة الشرعية وإدارة المناطق هذه المحررة، يعني المعركة برمتها تماما، يعني حتى على مستوى الوجود لهذا البرلمان، هل لديكم رؤى سابقة تودون طرحها في هذه الأمور أجمع؟ القضايا الكبرى هي بدهيات لدى النواب، بدهيات، يعني موضوع السيادة بدهية، موضوع أهمية الحسم
سواء كان حسما عسكريا يستعيد الدولة أو سياسيا يؤسس لدولة أيضا حقيقية، يعني تأسيس حقيقي، هذه بدهيات بصراحة. إن لم تكن في جميع لدى جميع النواب فهي لدى الأغلبية الغالبة، يعني بما لا يشك أحد في هذه النقطة. لكن سؤال، ما الذي يستطيع أن يفعله البرلمان بعد ذلك إن أقروا أو فعلوا؟ للأسف المجتمع الإقليمي هو الآن صار جزء من المشكلة أيضا، والمجتمع الدولي معروف أن المجتمع الدولي تهمه مصالحه ويدير أجنداته، خاصة الآن في هذه المرحلة عندما تربع على سدة الولايات المتحدة الأمريكية رجل مجنون مثل ترامب، ما عاد أحد يثق حتى في المجتمع الدولي الآن. وبالتالي من هي الجهة التي ستدعم قرارات البرلمان؟ أختي عندما تلعلع الرصاص وعندما تنفجر المدافع يغيب صوت العقل ويغيب صوت التشريع ويغيب كل شيء. على كل حال موضوع الأجندة إلى الآن لا زال النواب أو كتلهم، لا زال رؤساء كتل البرلمان يناقشون ما هي الأجندة بالضبط. نقطتين اثنتين هي الأهم في النقاش الآن. النقطة الأولى، أين سينعقد البرلمان؟ لا زال هذا الأمر إلى الآن لم يحسم 100%. وما هي الأجندة الرئيسية لانعقاد البرلمان؟ نعم، تحدثت أستاذ شوقي بلقاء سابق مع المساء اليمني ربما بعد اللقاء الأول الذي دار في نصف ثمانية في 2017 بأن الحكومة والتحالف حالتا دون اجتماع مجلس النواب. ما الذي استجد الآن حتى يتم استدعائكم وربما يعني ترتيب لعقد جلسة جديدة؟ استجدت أمور كثيرة. الأمر الأول طبعا للعلم، يعني ينبغي أن يعرف اليمنيون كلهم وينبغي أن تعرف المؤسسات الدولية كلها أو تتذكر، الكل يعرف لكن ينبغي أن يتذكر الجميع، بأن البرلمان هو المؤسسة التشريعية أو المؤسسة الشرعية الغالبة الحاضرة التي لا يستطيع أحد أن يغيبها في أي قرارات في أي اتجاهات. كل المؤسسات يمكن أن تزول بشخطة قلم، يعني الرئيس هادي بين ليلة وضحاها يمكن أن لا يكون رئيسا للدولة، نائب الرئيس، رئيس الحكومة، يمكن أن تتوافق القوى الآن وربما على سبيل المثال بإمكانها أن تغير رئيس الحكومة وجميع الوزراء. لكن البرلمان، هؤلاء الأعضاء الذين انتخبوا من خلال انتخابات المباشرة للمواطنين، لا يستطيع أحد مطلقا أن يغيبهم أو أن يتجاوزهم عمليا، أنا أقول تشريعيا في أي خيارات يراد أن تكون لها شرعية. وبالتالي هذه أهمية البرلمان، لا أحد يستطيع أن ينكر. لكن السؤال هنا الآن، هل سيكون التحالف يعني صادقا ومتحمسا لانعقاد البرلمان؟ لأنه ينبغي أن لا نضع كما يقال غربال على عين الشمس. التحالف لا زال هو المسيطر على المحافظات المحررة، أخص المحافظات الجنوبية جميعها بلا استثناء، لا زال التحالف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لا زالت صاحبة القرار في أن يجتمع البرلمان في هذه المحافظات أو لا يجتمع. فإذا اجتمع في هذه المحافظات فهو مؤشر على أن هذه على أن السعودية والإمارات تحمستا في للاجتماع، وإن لم يجتمع فهما يتحملان المسؤولية، لأن البرلمان لا يستطيع أن يضع رأسه برأس يعني الكتائب ولا الجيوش ولا الميليشيات حتى. هذا واضح. إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ شوقي القاضي عضو مجلس النواب، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. وعودة إليك دكتور عبد الباقي. دكتور، كنت طرحت نقطة أكد عليها الأستاذ شوقي وهي مسألة اتحاد البرلمان الدولي، وكان لديك العديد من النقاط، تفضل. طيب، هو لأنه قطعتي في، لكن إن شاء الله نحاول نرتب. أولا من خلال حديث الأستاذ شوقي أن هم تلقوا الدعوة لكن ما زالوا ينتظروا أين ستعقد البرلمان وما هي الأجندة. الذي نعرفه نحن في الدعوات بحجم هذا وحتى بندوة لمؤسسة مجتمع مدني، تأتيك الدعوة محددة ويأتيك البرنامج ويأتيك المكان وأين ستسكن وعدد الأيام. بالتالي نحن أمام سياسة ردود أفعال وليس أمام استراتيجية.
أعود لهذه النقطة في غاية الأهمية. اثنين، لا نحمل دول التحالف وحدها مسؤولية أنه سيفشل أو لا. نحن نقول بشكل واضح استعابة السلطة الشرعية تم تقويضها شيئا فشيئا حتى أصبحت رئيس الجمهورية ومكتبه، رئيس الحكومة ومكتبه. بينما نحن عندما نتحدث عن استعادة سلطة شرعية، ويعني هناك السلطة التشريعية جزء رئيسي من مكونات السلطة، هناك السلطة القضائية، هناك المؤسسة السلطة التنفيذية الحكومة ورئيس الدولة، وهناك أيضا ما يسمى دائما نكرره احتكار العنف الشرعي وسيطرة الدولة على المؤسسة الأمنية والسجنية والحبسية والقضائية، بمعنى أن تكون الدولة هي المحتكر. هذا لم يحدث، عدن خارج يعني تعتبر مجالا إماراتيا، يعني يكاد يكون يشابه يعني وضع صنعاء حتى اللحظة، وحتى الآن تم تأجيل يعني احتفالية 14 أكتوبر، وأنا هنا أذكر الجمهور، هل الأمر مرتبط؟ بس لو سمحتي، بس عشان ما انقطعش أذكر الجمهور اليمني أنه 14 أكتوبر كانت احتفالية الانتقالي، وهنا 21 سبتمبر، هناك يعني حتى التزامن التواريخ. اثنين، هذه الاحتفالية اللي أجلت تم تأجيل الاحتفالية وتم دعم النخبة الشبوانية ب 150 مدرعة وأسلحة عمليا والسيطرة على حقول النفط. يعني أنت يا رئيس الدولة عندما كنت في المرحلة الانتقالية كان بإمكان الرئيس أن يضع أسماء في مجلس الأمن كمعيقين، وكان يستخدم هذا الإعاقة ورقة ضغط. نحن الآن يعني فوت وقعت انتفاضات وحريق يعني الإطارات في صنعاء ومظاهرة الحوثي و يعني مظاهرة مجلس أمام رئيس الوزراء حتى وقع الانقلاب، حتى دخلوا إلى منزل الرئيس الآخري وهو كان بيده فترة سابقة، حتى ألا تصل أحداث العرضي وألا يحال الملف اليمني إلى مجلس الأمن والبند السابع. الآن يستخدم تقريبا، وواضح أن هذه ليس هناك استراتيجية، هناك شيء تمت معرفته كما هو الحال عندما يعني معلومات استخباراتية بالذي يحدث ويدور، قاموا باستدعاء مجلس البرلمان على عجل دون معرفة أين سينعقد وما هي الأجندة الذي نعرفه. نحن لازم أن يكون هناك أجندة قواعدها. اثنين، البرلمان في يعني سلطة في غاية الأهمية، إذا كان المجلس الحوثيين لديهم يعني برلمان وهمي ولديهم اللجنة الثورية والمجلس الجنوبي الانتقالي لدى الجمعية الوطنية، أنت كسلطة شرعية لديك مجموعة من الشخصيات تجمعهم تعطيهم مكافآت وثم ترميهم في أسقاع الأرض، وبالتالي من الطبيعي جدا أين السلطة القضائية، أين سلطتك؟ بالتالي استعابة السلطة لا استطعت أن تستعيد جغرافيا وتدير حياة المواطنين، ولا استطعت أن تستعيد شرعيتها الكاملة، لأنه خاصة في علم السياسة وفي علم الاجتماع لما في حاجة اسمها الإحلال، يعني أنه وقع لديك انقلاب كيف تواجه الانقلاب؟ بالسلاح وبالحفاظ على مكونات السلطة. أنت الآن ليس لديك برلمان، سلطة قضائية ليس لديك، لست مسيطر على السجون وسلطة تنفيذ، لا تقدم نموذج للشعب اليمني بإدارته حياته اليومية. يعني الآن عدن تفتك شيئا فشيئا من تحتك ولم تتخذ قرار. يعني ما الذي ينتظر؟ انتظر أيام صالح، انتظر انفجار العرضي، تفجير الكهرباء كل يومين، معيقين الحوثيين يخططون حتى وقع الانقلاب، وكان بيده أن يضع حول الأسماء. الآن بيده أن يتخذ قرارا حاسما، وأول قرار حاسم إلغاء دعوة يعني أو يعني خروج الإمارات من هذا التحالف وإعادة العلاقة مع المملكة العربية السعودية، نظرا لأنها جزء أساسي من المعركة، وحتى نكون براغماتيين. لكن لا يمكن له أن يعقد أعضاء برلمان في 3 أيام في يعطيهم بدل سفر ومواصلات وكذا حتى يضفي الشرعية، ثم سنعود إلى عبد الرب منصور هادي ومكتبه والخمس الشخصيات وتعيينات لشخصيات خارج الوطن ورئيس حكومة في الجغرافية السعودية. نحن أمام عملية عبثية. أنا لا أعتقد أن هذا الاجتماع سيضفي أي شرعية. الذي هل يضفي، هل تتوقع أن يعقد في منطقة يعني يتم اختيارها كما يعني أخبروا من هناك منطقة في الداخل اليمني إحدى المناطق المحررة؟ طبعا في موجود مارب، يمكن يعقد في تعز في حماية، لكن في عدن يبدو لي أنه الإمارات. لكن ألا تعتقد أنه يمكن أن يعقد إذا ما وافقت الإمارات والسعودية بدليل إلغاء الفعالية وظهور الدعوة مباشرة لمجلس النواب؟
شوفي يعني كان هناك ترتيب لأهمية هذا الانعقاد. نحن أمام ما يسمى بعملية انقلاب على السلطة تدريجي وتأثيثي، وهذا أخطر من الانقلاب السريع. يعني لو كان الإمارات قامت بانقلاب سريع على السلطة لكان هناك يعني قدرة السلطة على استعادة السلطة، لكن نحن أمام عملية مؤثثة وبنيوية مسمى هيكلية، حزام أمني، نخب، سيطرة على الميناء، سيطرة على المطار، يعني حتى الطائرات اليمنية تستأذن بالمكوث في مطارنا. لا يستطيع أبناء الوطن حرية التنقل في الجمهورية اليمنية. الحزام الأمني هو الذي يحمي الرئاسة والمعاشيق، هو الذي يحدد. أنت إذن يعني أمام انقلاب تدريجي الآن في معلومات عن تحرك في شبوة، وهذه خطوة للسيطرة كما الأكراد سيطرة على ونحن تحدثنا زمان عن ما يسمى تجربة كردستان، يعني على السيطرة على حقول النفط، وعلى وهناك حديث الآن عن الاستيلاء على المؤسسات، قد هناك إعدادات كل مجموعة كما ناصر 56، كل فريق يذهب إلى مؤسسة سلم مستلم، يعني هناك مخطط كامل، سلم الميناء، يعني ليس الميناء، الميناء يعني مؤسسة البنوك والمؤسسة الإيرادية والمؤسسة كل هذا، هناك مجموعات جاهزة لسلم مستلم، يعني نحن أمام عملية انقلاب. بالتالي أنت الآن تجتمع بالبرلمان لوحده غير كافي، الاجتماع وحده غير كافي، لابد أولا من إيصال رسالة للأمم المتحدة لمجلس الأمن. لا يمكن لهذه السلطة أن تعود للداخل. أنا سمعت لرئيس الجمهورية يقول لن نسمح لن نسمح، هذا كله خطاب نحن نريد ترجمته على الواقع. لن تسمح كيف؟ أنت الآن غير قادر أخي، الذي يقول لن نسمح يكون في عدن. إذا أردت أن تقول لن نسمحكم في عدن جنب المواطنين حتى تكون صادق، تقول لن نسمح بفك الارتباط، لن نسمح بأن يتم انقسام اليمن، لن نسمح للإمارات، كن في الداخل اليمني وقل لن نسمح. لا تقول لن نسمح وأنت في الرياض، لا تقول، لا تعتكف عن عملك. يا أخواننا قلنا زمان لما رفع قضية سوء قطرة، قلنا لا تجزئوا السيادة اليمنية. الآن التجزئة يعني أجلوا التظاهرات 14 أكتوبر لكنهم يتحركون في الجغرافيا. الآن اجتماع أعضاء المجلس النواب لن يكون له جدوى، لأن السعوديين تعودنا منهم. يعني هل تتوقع أن يعني يعاد نفس السيناريو، أن يحضرهم لقاءات خفيفة؟ أعتقد أنهم تعودوا على شخصيات معينة وعلى شراء الولاءات وعلى اللجنة الخاصة اليمنية، وبالتالي يعني دفع بعض المبالغ لهؤلاء وحفظ ولائهم دون تفعيل المؤسسة التشريعية. أقول لصديقي شوق القاضي لا السلطة الشرعية، نحن الآن شوفوا في قضية في غاية الأهمية. حتى لو ذهبنا على البرلمان، الأحزاب السياسية اليمنية راحت تموضعت كمستشارين مع السلطة الشرعية. السلطة الشرعية ضعيفة وخارج الجغرافيا، الأحزاب السياسية أصبحت ضعيفة بضعف السلطة. ماذا عن البيانين يعني سأتحدث الآن، ذكرت فيه كثير من النقاط. أقول بس الفكرة أين الخطورة. الخطورة الآن يعني هنا سلطة شرعية وراها أحزاب سياسية وكتل ضعيفة بضعف السلطة، أنها خارج الجغرافيا وأنها غير قادرة على أن تكون قوة في تمارس السيادة في الداخل أمام سلطة واقعية هم الحوثيين. طيب المجتمع الدولي ماذا غيب؟ المجتمع الدولي غيب كلمة انقلاب. بالتالي نحن بحاجة إلى أعضاء البرلمان أن يكونوا كتلة، يعني ليس بالضرورة أن نحب نسمع أصواتهم في وسائل الإعلام، نسمع أصواتهم في اجتماعات حتى على المستوى الشخصي، اجتمعوا ناقشوا حضروا في التلفزيون عملوا تكتل. نريد أن نسمع السلطة الشرعية حقا تأخذ مواقف، لكن الدول التحالف عرقلت. يعني عندما يكون حتى أنا أرفض، لو سمحت يعني جملة واحدة، أنا أرفض أن يستلموا أعضاء البرلمان مبالغ من المملكة العربية السعودية، هذا يتنافى مع الشفافية والاستقلال ويتنافى مع الوطنية. إذا هناك مرتبات عليها أن تكون من السلطة الشرعية حتى يكونوا لديهم استقلال. الآن لا يمكن نحن نطلب من أعضاء البرلمان أن يتخذوا قرار مستقل وهم يستلمون مرتبات من المملكة العربية السعودية أو حتى مكافأة حضور على هذه، حتى لو كان من السعودية فلتكن عبر. ولكن مع ذلك أحاديثهم ما زالت يعني واضحة أنها ضد. لا يمكن لبرلمان في التاريخ، لا يمكن، نحن أمام صراع. سنعود عند هذه النقطة أستاذ الدكتور عبد الباقي. بعد أن ينضم معنا أيضا الدكتور علي العبسي المحلل السياسي من ألمانيا. مساء الخير دكتور علي. مساء النور، أهلا بك. إذن هناك دعوة يعني بالتأكيد تابعتها لأعضاء مجلس النواب إلى العاصمة السعودية الرياض، خصوصا في هذا التوقيت الذي يشهد فيها الجنوب أحداث مقلقة وإلغاء الاحتفاء ب 14 أكتوبر. كيف تقرأ هذه الدعوة في هذا السياق؟
الدعوة هذه ليست جديدة، يعني لو تذكرنا، لو عدنا إلى يعني إلى قبل عام بالضبط، كان في نفس التوقيت وفي نفس التاريخ كان هناك دعوات أيضا، وكان هناك حتى تصريح من قبل الرئيس هادي عندما كان في الأمم المتحدة أن هناك عقد محتمل لجلسة مجلس النواب اليمني في مدينة عدن، وهو صرح بذلك أنه سيتم ذلك قبل شهر أكتوبر. يبدو هذا كان مطلبا للحكومة الشرعية، كان مسعى للحكومة الشرعية، كان مسعى للرئيس هادي، ولكن لم يتلقى استجابة من المملكة العربية السعودية والإمارات أعتقد في ذلك الفترة. الآن اختلف الوضع نوعا ما. ما الذي اختلف؟ أعتقد الآن لو شاهدنا الفترة الماضية يبدو أن هناك يعني موقف معين أو موقف محدد من الرئيس هادي ضد التحالف، ضد دولة الإمارات، ضد الخطط المجلس الانتقالي، وأنه اتخذ موقفا ربما قويا نوعا ما نستطيع أن نقول، فتمت الاستجابة لبعض مطالبه من أجل يعني ترضية الرئيس هادي. وأعتقد أن عقد مجلس جلسة المجلس النواب هو نوع من الـ 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 الاستجابة لهذه المطالب. هذه المطالب ليست جديدة، عقد مجلس جلسة مجلس النواب واختيار مجلس هيئة رئاسية جديدة له ليست شيئا جديدا، نحن نسمع ذلك منذ عامين تقريبا. نعم، ولكن كان يتم يعني نعم. هل يعني مثلا في العام السابق كما تفضلت، يعني ربما قبل عام ايضا في نصف شهر اغسطس تم اجتماعهم واحيل دون عقد جلسة، في كان يتم الترتيب لعقد جلسة في عدن، ولكن نعلم جميعا انه لم يتم الموافقة على ذلك وذهب هذا اللقاء ادراج الرياح. يعني ألا نتوقع أن يعاد نفس السيناريو، فقط لقاءات بسيطة مع رئيس هادي ومع بعض صناع القرار في السعودية ويعودون أماكنهم؟ طبعا هذا احتمال وارد، يعني المسألة ما زال ضبابية، القرار النهائي ليس في يد، للأسف الشديد ليس في يد الحكومة الشرعية وليس في يد الرئيس هادي، وإنما يعتمد على موقف السعودي وتحالفه مع الإمارات. وفي هذا الجانب يعني هل فعلا هناك جدية لعقد جلسة لمجلس النواب اليمني؟ واعتقد انها لن تنعقد في الرياض، اذا كان يراد لها ان تتخذ قرارات معينة وفق الدستور اليمني فيجب ان تعقد في ارض يمنية. لا يمكن ابدا ان تعقد جلسة شرعية لمجلس النواب اليمني خارج اليمن. هناك وفق نص الدستور اليمني من حق مجلس النواب ان يعقد جلسة له ولكن داخل اليمن في اي مدينة اخرى. ولذلك اذا اريد لهذا المجلس ان يتم تفعيله او ان يتخذ قرارات معينه ما في لتعزيز السلطه الشرعيه وتعزيز سلطه الرئيس هادي، فاعتقد انه يجب ان يعقد في اليمن. هل سيعقد في عدن؟ هل سيعقد في مارب؟ هل سيعقد في سيئون؟ هذه مساله يعني ننتظر ان نرى كيف سيتم ترتيبها. لكن انا اعتقد ان هناك نوع من الاستجابه الرئيس هادي، الموقف الدولي الان يعزز موقف الرئيس هادي ويعزز موقف الحكومة الشرعية. المملكة العربية السعودية ليست في موقف يسمح لها بفتح أي ملفات أخرى أو تعرضها لأي انتقادات دولية أخرى، هي في وسط عاصفة من النقد الدولي وليست بحاجة إلى فتح أي ملف آخر الآن. الرئيس نعم، في ظل هذا الضعف الذي تعيشه الشرعية والهجوم الذي تتلقاه، وأيضا يعني لا ننسى حتى على مستوى الأحزاب، يعني تحدثت في بيانين يعني بكل وضوح لما يحدث ولهشاشة الدولة ولضعفها أيضا ولتغير أجندة التحالف، يعني كل هذه الضغوطات ما الذي سيضيفه اجتماع مجلس النواب للشرعية؟ إذا ما يعني اعتمدنا فرضيتك أنها ربما إحدى مطالب الرئيس هذه. أعتقد أول علينا نرى أولا أسباب ضعف الحكومة الشرعية. طبعا بالتأكيد هي تتحمل جزء عن مسؤولية هذا الضعف نتيجة أدائها الضعيف وأداء وزرائها الضعيف وأدائها السياسي الضعيف جدا. أيضا هناك أسباب داخلية محلية، وأيضا هناك الأسباب الرئيسية، الأسباب التحالف السعودي الإماراتي هو الذي استهدف الحكومة الشرعية واستهدف إضعافها واستهدف منع سيطرتها على الأراضي المحررة. الآن الرئيس هادي هو لا يريد أن يواجه المملكة العربية السعودية، يواجه الإمارات وحده، يعني هو دائما عندما يواجهها وحده هو في موقف أضعف بكثير مما عندما يواجهه وهو وراءه مؤسسة دستورية تدعم، ومن هذه المؤسسة الدستورية الهامة أيضا مجلس النواب. مجلس النواب اليمني ما زال وفق الدستور اليمني، حتى لو يعني لم يعجبنا ذلك، ما زال هو المؤسسة الشرعية وفق نص الدستور، وبالتالي فإن وقوفه مع الرئيس هادي هو سيدعم موقفه بالتأكيد ضد أمام التحالف. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هناك
يبدو ايضا ان هناك نوع من ترتيب الساحه السياسيه اليمنيه، نوع هناك اعاده صياغه المعادله السياسيه الداخليه، استعاده المؤتمر الشعبي العام او محاوله استعادته من براثين الحوثي ومن براثين الامارات. هناك جناح في المؤتمر اعتقد هو الجناح الاساسي او جناح الصف الاول والثاني من المؤتمر الموجودين في القاهره او موجودين في دول الشتات. هناك محاوله لجمعه لدعم ايضا شرعيه الرئيس هادي ودعم السلطه الشرعيه والسلطه الدستوريه في اليمن بشكل عام. كل هذه الامور اعتقد انها اتت كمطلب للشرعيه من اجل تقويه موقفها السياسي وتقويه موقفها التفاوضي امام التحالف العربي السعودي الاماراتي. نعم، اذا شكرا جزيلا لك دكتور علي العبسي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. عودة إليك دكتور عبد الواقي. إذن دكتور، يعني تحدث الدكتور علي عن نقطة ربما يعني هي هناك يعني أيضا ما أشيع عن اعتكاف الرئيس هادي ورفضه القيام بمهامه احتجاجا على تدخلات السافرة للإمارات، وربما كانت هذه إحدى مطالبه وهو انعقاد مجلس النواب. يعني كيف تقرأ هذه؟ طيب سنقرأ بس في إطار ما يسمى المقاربة الكلية حتى لا نركز على البرلمان وهو حل جزئي. أولا دعني أقول لك أن ليس لدى الرئيس عبد الرب منصور هادي وإدارته إن صح التعبير، أقول إدارته، استراتيجية إدارة صراع. هناك ردود فعل، يعني تحرك للملمة المؤتمر عندما عرف أن مبعوث الأمم المتحدة لن يستدعي المؤتمر ولا آخر، تحرك في وقت متأخر ولم يعمل منذ وقت مبكر للملمة وكتلة المؤتمر حتى لا يتم توظيفها من قبل الحوثي. ثم الآن البرلمان تحرك متأخر وردة فعل وليس هناك استراتيجية. لذلك عندما نجد أن هنالك استراتيجية، أنت تم تقويضك تدريجيا، تم تقويضك بشكل تدريجي، فأنت لم تقم بمد جذورك والسيطرة على ما يسمى سلطة شرعية، تركت يسحب منك السلطة العسكرية والأمنية والمرتبات والموانئ، ثم أنت بحد ذاتك لم تقوم باستدعاء المؤتمر بشكل مبكر، بحيث لا تجد نفسك بعد 4 سنوات شخص وحيد وفي الرياض، ولم تعمل، وهو يعلم حتى قال عندما يعقد في عدن، عدن إذا كان رئيس الجمهورية المرة اللي فات عندما كانوا بيعقد في عدن تم تهديد أعضاء البرلمان أنه سيتم قصفهم، وبالتالي الآن يستطيعوا التهديد أنه سيتم قصفهم، رئيس الجمهورية نفسه مهدد، بالتالي علينا أن نتخذ 3 حركات، ليس فقط رد الفعل المؤقت هذا اللي هو يعني الحل الجزئي في السيادة، في حاجة اسمها من هو صاحب الأصل في ممارسة السيادة، يعني لا تتعامل لي مع سقطرة منفردة ولا تعز منفردة ولا عدن منفردة، عليك الآن، نحن الآن بحاجة إلى عمل مطلوب من النخب الوطنية والسياسية والبرلمانية، وهناك سلطة شرعية، سلطة شرعية عليها أن تستدعي البرلمان في إطار رؤية استراتيجية، وليس كما قيل حتى الآن ليس هناك أجندة وليس هناك معروف المكان، وهذا واضح أنه اجتماع مجرد يعني توظيف وضغط. 2، عليه أن يقوم بخطوات ما يسمى بعملية يعني جذرية أو اجتثاثية، عليه أن يعيد العلاقة مع الإمارات العربية المتحدة، وأكررها ليس لموقف، عليه أن يضبط هذه العلاقة لأنه قاب قوسين وأدنى، هو يعرف أن مهمته أصبحت الآن تسليم السلطة إلى، خاصة بعد لقاء مبعوث الأمم المتحدة مع المجلس الانتقالي في الإمارات ومع تحول الواقع في الداخل، وإذا ما استلموا المؤسسة في عدن يعني ما عليه إلا أن يسلم السلطة هو الحكومة إلى حكومة وحدة وطنية برئاسة بحاح وغيره أو عيدروس مؤقتا، ومن ثم فك الارتباط، وبالتالي سلمنا له الأمانة يمنا موحدا، فسلمنا إلى الصوملة وليس إلى يمنين فقط. ومن هنا كما تحدثت يعني لابد أن يقوم بعملية على الأقل ضغوط كبيرة على المملكة العربية السعودية، وليس اعتكاف، لأنه الاعتكاف لما يكون معه مشكلة شخصية مع السعودية، معه مشكلة شخصية مع السعودية عليه يعتكف في البيت، لكن إحنا أمام وطن وسيابة وطن، أمام مستقبل شعب، ما يعتكفش يطلع يعمل بيان للشعب، يقوم بمراسلة الأمم المتحدة، يقوم بمهامه، نحن وكلناه ليس للاعتكاف، البيض اعتكف وطرع له وطن، عليه ألا، الاعتكاف مسألة شخصية، نحن أمام قضية وطن. 2،
أنا تحدثت قبل قليل، قلت إنه في عندنا اثنين، عندنا السلطة والأحزاب التي موضعت في 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 الخارج في القاهرة والرياض أصبحت ضعيفة بضعف السلطة، وعندنا سلطة واقعية. علينا هنا أن يكون لدينا ما يسمى كتلة وطنية يمنية، بمعنى الآن نحن من ضعف الأحزاب السياسية غياب المجتمع المدني نستطيع أن نؤازر هذه السلطة. نحن لسنا ضد السلطة، هي جسرنا الآمن للعبور. يعني هذا النقد كله نقد من أجل بلدي، ممكن أنا أختلف وأقدم نقد حاد وشديد، ليس لأنه ليس قضية شخصية، نحن قضية شعب، نحن مشردين في بقاع يعني الدنيا. أنت مع فكرة انعقاد أنا مع فكرة انعقاد المؤتمر، عفوا مجلس النواب، لكن ليس كاجتماع فقط لإضفاء الشرعية وردة فعل. نحن مع بقائهم في الداخل، مع وجود لجنة العلاقات الخارجية تتحرك في برلمانات العالم، نحن مع يعني إيجاد بقائهم في أي منطقة يمنية إذا حتى يتم تهيئة عدن، مع أيضا مجلس الشورى رئيس الجمهورية. يعني مجلس الشورى لديه مهام تشريعية، رغم أنه كان صالح في هنا خلل بين مفهوم الإرادة بعلم الاجتماع والفقه الدستوري، هنا خلل. يعني مجلس الشورى معين لكن له مهام تشريعية مع البرلمان، لم يقوم حتى بهذه الموازنة، تعيين أعضاء مجلس الشورى وبثهم في المجتمع الخارجي وتأثيثهم وإيجاد لنا كتلة تشريعية كبيرة حوله. يعني هو بقى وحيدا في الجغرافيا مع مكتبه، ورئيس الحكومة بقى هو مكتبه وحيدا في خارج الجغرافيا، ولا سلطة تشريعية. المؤسسة السجنية والقضائية بيد الإمارات والأحزمة الأمنية الميليشيات في المنطقة الجنوبية. بقى الجيش اليمني تقدم يوم أمس نحو صنعاء وتم قصفه من دول التحالف، أي أنك لا تمتلك القدرة على التقدم، لا تملك قرار التقدم أو التأخر أو قرار السلام والحرب. بالتالي نحن لا نعتبر أن هذه الخطوة باجتماع مجلس النواب ستفضل مشاكل، بالعكس ربما تكون هذه يعني إذا كان ردة فعل يعني لم توظف في إطار استراتيجي، لابد أن يصاحبها. وأطالب النخب البرلمانية أن يتم هناك تكتل وطني على شاكلة الثورة الوطنية في 26 سبتمبر و 13 أكتوبر، بحيث نوجد كتلة وطنية فوق الأحزاب السياسية، تتجاوز الأحزاب السياسية في معنى وقت مازال تتجاوز الأحزاب السياسية، بمعنى أنه حتى نعيد للأحزاب السياسية، نحن طلبنا الأحزاب السياسية أن تستقيل لأنهم أول ما انفجرت الأزمة الاحتراب مع الانقلاب، السلطة حتى تثبت للعالم أنه هم كتلة واحدة ارتكبوا كارثة وعينوا الأمناء العامين للأحزاب مستشارين، وهذا أضعف السلطة وأضعف الأحزاب وخلى الأحزاب السياسية ما عندهاش يعني مجال مناورة. التجمع اليمني للإصلاح ككتلة قوية جدا تموضعت مع السلطة لأنها مستهدفة، والآن نطالب التجمع اليمني للإصلاح وجميع الأحزاب السياسية أنه يخرجوا من المستشارين لرئيس الجمهورية ويتحركوا ككتلة حزبية، وإذا أرادوا أن يعينوا مستشارين يعينوا من خارج هذه الأحزاب أو شكل مجلس الشورى يعينوا مجلس الشورى، لكن ليس أن يكونوا مستشار رئيس الجمهورية حتى يكون هناك هامش إعادة الحياة الحزبية وفعاليتها، وبالتالي يستطيع رئيس الجمهورية يناور دول التحالف، يستطيع يقول يعني ياسر عرفات خلق دعم حماسي فترة من الفترات كما دعمت الإسرائيل المدارس الدينية واليهود المتطرفين، يقولون إحنا لو قبلنا هذا سيتم تصفيتنا. عرفت كان يقول لليهود إذا أنا قبلت في معي حماس مش قابلين، شوفوا الطرف الآخر مين، لكن أنت الآن أنت والطرف الآخر كتلة واحدة، يعني أنت والأحزاب السياسية يعني نسخة مماثلة، لماذا لا تترك هامش ومناورة، لماذا لا تعيد الحياة الحزبية وتحركها؟ لا، نحن نطالب بكتلة وطنية جمهورية، كتلة وطنية جمهورية تدافع عن اليمن الفيدرالي. هذه الكتلة يعني الانتماء فيها فردي فوق الأحزاب السياسية، فوق الانتماءات من التجار والعسكريين والمصحفيين والإعلاميين، تتحرك وتشكل لنا رؤية وتشكل ورقة ضغط، تكون قوة اقتراح بمعنى أنها تساهم في الاقتراح للسلطة الشرعية، ترفض بعض القرارات من دول التحالف حتى يتم تأثيث البرلمان. دحين البرلمان الآن معطل، لا يستطيع يقول إن ما تم في سوء قطرة، وأنا قلت قبل قليل كيف يمكن لك أن تستلم مرتبات من دول التحالف تجي ترفض بعض القرارات. لذلك أقول إنه على البرلمان أن يكون له ميزانية مستقلة يمنية من النفط والغاز، ليس الحركة أنك تعقد اجتماع وأنت مرتباتك واستدعاءاتك عدو التحالف. علينا أن يعني يكون هناك حركة، عقد البرلمان، تصدير النفط والغاز، العودة إلى المؤسسة العسكرية والقضائية، الكتلة الوطنية حتى الأحزاب تنفك وتعود، يعني هذه الترتيبات. أين التشغيل أيضا؟ حتى الآن رئيس الجمهورية عجبني تعليق اليوم في أحد الصحفيين، قال إنه رئيس مكتب رئيس الجمهورية حتى الآن ليس يعني ما قدرش يعمل بث خطابه في الفيسبوك،
يعني أنت عاجز على المستوى الإعلامي، عاجز على المستوى الحقوقي، يعني أنت خسرت في جنيف. عليك نأمل أن يتنبهوا لكثير، يعني العملية لا تتعلق بعقد مجلس نواب، نحن بتأثيث سلطة في الجغرافيا وإدارة الحياة اليومية، وليس عقد مؤتمر لإضفاء شرعية أو لرد فعل تجاه سياسة معينة. شكرا جزيلا لك أستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت معنا في هذه الحلقة. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.